سبع مدارس جديدة افتتحت خلال الأسبوع الماضي، فيما ستفتتح 25 مدرسة أخرى أبوابها أمام الطلبة قريباً، فضلاً عن المباشرة بإجراءات بناء عشرات المدارس. هي استعدادات تقول مديرية تربية ديالى إنها ستحد من زخم الطلبة في الصفوف في العام الدراسي المقبل. يبلغ عدد المواقع المحالة على مشروع القرض الصيني 56 مشروع في محافظة ديالى. أما بالنسبة لمشروع الوزارة رقم واحد، كذلك العمل جاري فيه. أعدت المديرية العامة لتربية ديالى لعام 2024 بحدود 90 كشف حاليا لحد هذا التاريخ، بحدود 90 مشروع بناية مدرسية هدم وإعادة بناء، وكذلك مشاريع جديدة، وبحدود 30 مشروع إعادة ترميم وتأهيل الأبنية المدرسية. تضم ديالى قرابة نصف مليون طالب يقابلهم 1200 بناية مدرسية فقط، وهو ما يضطر التربية إلى اعتماد الدوام الثنائي والثلاثي في مئات المدارس، فيما يؤكد متخصصون أن الاهتمام بواقع التعليم لا يحتاج إلى بنايات جديدة فحسب، بل يتطلب مدارس نموذجية تواكب التطور العالمي. المدارس هي ليست يعني بنى تحتية جامدة فقط، وإنما يجب أن تكون بنى تحاكي عقل الطلاب، عقل الطلبة، خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة، في مجال استخدام الواقع المتطور الحديث اليوم لبناء الوسائل والمؤسسات التعليمية. وأنا أعتقد يعني هذا شيء يعني بقدرة الحكومة اليوم نتيجة لتوفر تخصيصات مالية كبيرة ممكن أن تستغل لتطوير العملية التعليمية والمؤسسات التربوية. ما يزيد على 200 مدرسة جديدة شيدت خلال العامين الماضيين في ديالى، فيما تعاني معظم مدارس المدينة من انعدام وسائل التعليم التكنولوجية الحديثة، إلى جانب قدم كثير من الأبنية واعتبارها آيلة للسقوط. بحسب التقديرات الحكومية، فإن ديالى تحتاج إلى أكثر من 500 مدرسة جديدة لإنهاء مشكلة الدوام المزدوج وتوفير أجواء دراسية مريحة للطلبة. علي العنبقي يو تي في ديالى.